تنسيق القبول في الصف الأول الثانوي العام في محافظة القاهرة 2020-2021. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معايا في فيديو جديد في قناتكم قناة ترند. ولو الفيديو عجبكم ما تنسوناش بالاشتراك في القناة واللايك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم منا كل جديد. ويلا بينا على التفاصيل. تنسيق القبول في الصف الأول الثانوي العام في محافظة القاهرة 2020-2021. تنسيق القبول في الصف الأول الثانوي العام في محافظة القاهرة تم الإعلان عنه لطلاب الشهادة الإعدادية للعام الدراسي القادم 2020-2021، حيث أنه من المقرر أن يكون الحد الأدنى للقبول في المدارس الثانوية العامة بنحو 254 درجة، والحد الأدنى للقبول في المدارس الثانوية العامة الخاصة بنحو 140 درجة. وأعلنت محافظة القاهرة عن الحد الأدنى للقبول في مدارس الخدمات بنحو 224 درجة، كما أن القبول في الصف الأول الثانوي سيتم تقسيمه إلى 3 مراحل، والتقديم سيكون من المرحلة الأولى إلى المرحلة الثالثة للتقديم. تنسيق التقديم في الصف الأول الثانوي العام القاهرة 1. التقديم في المرحلة الأولى يبدأ من مجموع 270 درجة إلى 300 درجة، ويكون التقديم من يوم 1 يوليو 2020 حتى يوم 4 يوليو 2020. 2. التقديم في المرحلة الثانية واستقبال أوراق الطلاب الحاصلين على شهادة الإعدادية بمجموع 254 درجة إلى 270 درجة. 3. التقديم بالأوراق إلى المدارس من يوم 5 يوليو الأحد 2020 حتى 9 يوليو 2020. 4. التقديم في المرحلة الثالثة تستوعب بها المدارس للطلاب المتخلفين عن التقديم من السبت 11 يوليو إلى الأربعاء 15 يوليو 2020. شروط القبول في مدارس الثانوية العامة: قبول الطلاب سيكون حسب المربع السكني أو مربع الإدارة التعليمية التي حصل الطالب منها على شهادة الإعدادية. سيتم التقديم بنموذج استمارة رغبات الالتحاق. يجب توقيع الطالب وولي الأمر على نموذج استمارة رغبات الالتحاق. وألف ألف ألف مبروك، وأتمنى لجميع الطلبة والطالبات التوفيق والنجاح. وفي النهاية يا ريت ما تنسوش تشتركوا في القناة وتدوسوا لايك وتفعلوا جرس التنبيهات حتى يصلكم منا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.